بدي أحكي عن الصبر. طبعاً الصبر كلنا منحسه، كل شخص بالدنيا. يعني أنا حتى أولادي لودي بيقول لي ماما أنا صابر على كتير أشياء، لما بقول له بس على شو بيقول لي ما بعرف، بس يعني حاسس إنه يعني المفروض تعملي لي شيء تاني، جبتي لي بلاي ستيشن جيبي لي شيء تاني. المهم إنه حتى موجود عند الأطفال، يعني أول ما بتعلموا الكلام بيقولوا صابرين على شيء معين. لتأخرت لاشتريت لهم إياهم، يعني اشتريت لهم إياها قصدي. المهم إنه الصبر هو شعور كمان نسبي موجود عند ناس وفي له ظروفه. طبعا في ناس بتصبر كتير، بالنسبة للناس اللي بتصبر كتير وبتعرف معنى الصبر الحقيقي، الصبر الحقيقي بحاجة إنك تنتبه كتير خلاله وانت عايش لحظاته، إنك ما تفقد نفسك. لأنك إذا ضحيت بحالك بس لفكرة إنك شخص صبور وتحملت، لأنه أنت تحملت قبل هيك أشياء تانية، بتكون بالطريق عم تفقد حالك. ما بيعود للصبر معنى، بيعود له معنى غريب. بالتأكيد هو شعور منحسه، له علاقة بأنك مظلوم. يمكن هذا الشعور أوقات بيريح، مع أنه بأوقات كتيرة ما بيكون صحي، بس هو موجود أنك صابر دائماً بأشياء، بشغل، بعلاقات عائلة. طبعاً الستات بيحسوا كتير أنهم صابرين، بس تنتبه كل ست أنها تصبر، لأنه هو مهم لإلها، لأنها مهمة بالحياة، بس ما تفقد حالها، والصابر ما يفقد حاله بالطريق. حضورك سيدي طاغي وهويت. أحلى شيء بهالباب إني بشوف، يعني قبل ما أفتح. أهلين وسهلا، أنت الوحيدة يعني بتخليني أبتسم قبل ما أفتح. أو من الإعلان. هاي يا روحي. هاي نغمة. قبل أيام. مشتقت لك، شو أخبارك؟ كله تمام. صرت أنا أضعف ولا أنت؟ مش عارف. أنا طبعا. بس أنت زي الفل كده. برافو عليك. تقريبا هأحرم نفسي الماي. طبعا يعني داري حبيبتي. طبعا يعني بلا شك نغمة. هاي روحي. هاي قمر. هاي قلبي، شو اخبارك؟ كله تمام. كويسة الحمد لله. في ناس بتولد بتحلو كده. قوي. والنبي ومن غير حاجة، طبيعي كله. برافو عليك. صوري ما شاء الله، ولا كحلة ولا مسكرة ولا شيء. شو اخبارك يا حلوة؟ الحمد لله. ولادك كويسين؟ الحمد لله يا حبيبي، الحمد لله تمام. حاسه طبعا انتي، يعني انتي خلص حسيتيونك. انا حاسه ولادك كبروا كتير قدام ولادي. الكبير كبر قوي. وانا شام يعني شام مالي عم بستوعب حتى طريقه الحوار، يعني ما عم صدق. مش كده؟ انه هيك بنتي صارت بتحكي كل الكلمات وكل الجمل وبتجاوب وعندها منطق، يعني مالي مصدقه. انا مفكره ما حدا عنده منطق غيري، يعني بالبيت بيني وبين الاولاد مفكره انا بس اللي بفهم. لا طلعت كثير بتفهم. بعدين بدي بستشيره، انا بكره كثير استشير وحدا يقول لي لا بشع اذا شغله مقتنعه فيها. فبقول لها مامي حلو هذا البنطلون، ظابط علي؟ قلت لي لا ما له حلو مامي، يعني ما كثير عاجبني. بقول لها انت اهتمي بامورك حبيبتي. يعني بتضايق كثير من رايها. لا انا دائما عندي إيه مامي، ما انه مو فهمانه هي. انا دائما عندي احساس دلوقتي انه في حد في البيت، يعني بسمع صوت. مين احنا عندنا ضيوف؟ مين عندنا؟ بيطلع صوت عمر. بسمع صوت راجل. في البيت. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. مين في مين الراجل في البيت؟ في حد جه؟ وانا اركز كده يقول لي ده عمر. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. صوته بقى رجالي قوي، مع انه لسه بيرد عليا في التليفون. ماما هو هنا بيقلدوا رجال. مين ده؟ مامة ايه؟ مين ماما دي؟ بس هنا بيحبوا يقلدوا يكبروا حالهم. طبعا بتخلي صوته طول النهار في البيت وحاجة. وهو عجيب. طويل؟ طيب بقى طولي. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما بخافش معاه طبعا، خلاص خالص. لا. هو قد لودي ابني، يعني لما بيبقى معايا في العربيه بخبيه حقيقي. هو مو قد لودي. لا عمر اكبر، 14 عمر. 14. اوكي اكبر بنقطه. اي لانه انا لودي لسه في مرحله الطفوله، فيعني لا مش قوي برضه. شفت بين... لودي برضه لا لسه يوم ما جيت لك المستشفى يعني هو الحمد لله انه طالع يعني مثلي.
يعني طالع بيتأخر بالنمو، كل شيء عنده بسيط على مهل شوي شوي. اي يعني هيك ناعم كثير. بس شام خلاص فضحت الدنيا. شام اي فضحت الدنيا تماما. شامي ما شاء الله صبيه صبيه يعني بشكل. بعدين شام لسه السنه الماضيه كانت بتحكي مثل الاطفال، ما هم فجأة بتصحي من النوم تلاقيهم جمل مضبوطة بدون تأتأة. يعني السنة الماضية كنت كتير مبسوطة إنها مامي وبتحكي هيك، يعني هلأ السنة لا بتحكي مثل أختي مثل الكبار، مخدها جد أوي وشايلة مسؤولية علي وآدم بطريقة عجيبة ما شاء الله. يعني بوصل أنا أوقات بالليل مأخر أنا وطارق بدنا ناخد منها، لأنه علي بينام مع ماما وآدم بينام معاها، فبدنا ناخد البيبي ما بترضى، ومن الصبح بتهتم فيهم اهتمام يعني كأنها أم بالضبط. هاي متعة، هي متعة، هي متعة إنه يكون عندك بنت يعني كبيرة طبعًا. تكون الأولى طبعاً. أنا كنت كده مع أخويا الصغير والله. طبعاً أنا ربيته برضو خالد، يعني تولد وأنا عندي 9 سنين وشوية، فكان على طول في إيدي، كنت أنا اللي بعمله كل حاجة تقريباً. أيوة وأنا مع أنس هيك نفس الشيء. قلتي لي مين معك هلأ؟ ماما بالبيت. أمي طبعاً معايا على طول. شو طب شو كنا عملنا يا الله؟ الحمد لله ما شاء الله، الحمد لله ربنا يخليهم يا رب، يعني يطول في عمرهم يديهم الصحة أهم حاجة. يعني أنا ما أنا من غير أمي ولا كان ينفع أي حاجة ولا شيء. لا أكيد أنا حتى حاجة. يعني مثلا أظني أنه مشوار لبين ما أعمل شعري ما رح أقدر، مو غني وأقعد وأقضي وقتي كله تسهري تتأخري تسفني مستحيل. لا يعني شيء سبحان الله أنه هي أهم كنت هدية. هتلاقي ناس تقعد معاهم، كنت هتلاقي ناس بس ما حتحسي بهذا الأمان، مش بالأمان أبدا مستحيل أبداً. ولا حد غيرها ممكن مستحيل. يعني أنا بأمريكا هلأ من فترة حطيت آدم مع بيبي سيتر، جابوا لي إياها من المستشفى مع أني كنت يعني مع صاحبتي. يا الله جيت لقيت ابني ساعتين نزلت على السوق، نزلت على السوق فالبيبي ستر بس تنتبه شوي عليه يعني تهتم فيه. جيت لقيت هالقدومي وابني، هو ما بيعمل شيء غير بيشرب حليب يعني ولا شيء غير هالبيبرون فقط. يعني لسه ما حلو يلغوص ويمسك تراب وهيك، لسه عمره 3 شهور. لقيته يعني بحاله يرسلها، لان احنا كثير بننظفه ومنكير بنظبط وكثير بنهتم فيه. عنده 3 شعرات بضل مزبط يا علي هون يا يمين يا شمال يا لقدام، فمزبطينه. جيت لقيته كثير معتر يعني كتير معذب. علي شوي رح يقول لي يا ماما كيف تتركيني بين ايدين هالست اللي ما لا فهماني علي شيء، ما لا فهمت علي. فحسيت كثير ما بعرف لقيته إيه يعني اول شيء ما يعني ما اهتمت كثير باموره. شرشر الحليب على لبسه، مسحت له اياهم بكلينكس بدون ما تغير له، نحن منغير طبعًا على طول مشان حرام منقول ما يجي على جسمه. فهي التفاصيل بتعملها بس امك احسن منك. صحيح. بس صحيح يعني بس امك او صحيح. اختك او حدا يعني منك بس غير هيك لا يعني صحيح. او يمكن في ناس يعني اللي عندهم مضطرين الله يعينهم، بس هي التفاصيل ما بتنعمل. صحيح. ما بتعملها غير الام او حدا من طرف الام، او يمكن احنا نكون امهات زياده شويه يمكن، لانه برضو في امهات شارين دماغهم يعني بشرشر الولد ماشي عادي. يعني مثل مثلا الاولاد حرام اللي بالشارع مثلا بتشوفيهم اولاد صغار يعني قاعدين وماشيين بين السيارات، بس بتقولي أوقات يمكن الظروف بتخلق هاي المشاعر، يعني يمكن هي الظروف. لا دي قصة تانية يعني، العيال اللي في الشارع دول ما فيش حد خالص ظروف. ولا بابا ولا ماما ولا تيتا ولا حد خالص، يعني دول مساكين تماما يعني. دول اللي بيربي الشارع يعني الشارع هو اللي بيربي. يعني أنا بحس أنه بتلاقي ده بيزقه وده بيشتمه وده بيشخط فيه، وهو متقبل كل شيء لأن هو ده اللي اتولد لقاه، يعني هو ما لقاش غير الشارع. إنما العيال اللي بتتربى في بيت في أمهات تلاقيهم قلوبهم حامية يعني دمهم حامي، وما ينفعش تشوف ابنها ملحوس ولا مبلول ولا هدومه مش عارفة عاملة ازاي، عايزاه طول الوقت نضيف وعلى سنجة 10. وفي أمهات تمام يعني ما فيش مشكلة ما يدلق على نفسه ولا لازم يتربى بتقلك بياخد منها على أساس منها. نغومة كتير جعبالي غني لك هيبة ملك، غنيناها أنا وأنتي مرة بتتذكري؟ طبعا غنيناها في العراب. صح برافو عليكي. انا بتذكر انه غنيناها بس ولا يعني في شيء هيك ممسوح من ذاكرتي ما بعرف ليه، بس متاكده انه غنيناها مع هذا بيبيكي. فكرت وقت بدك تخشخ شيء وقت بدك هذا لالي بتوقعكم حدا يدقره دقيقه بس مشان ما لخبط لك بكلمه انا حافظه وحياه الله. بس مثلا يا صديقتي لأن التالي
ما هيبة ملك أنا في حضرتك لا أملك إلا أرتبك. وكلمة تقترب قالها كأني جد قطعت ميال، وإذا نظرتني أهدى وحالي استسجل بالحال. وكلمة تقترب قالها كأني جد قطعت ميال، ولا نظرتني أهدى وحالي يستجر بالحال. لأن طلتك هيبة كما هيبة ملك أنا في حضرتك ما أملك إلا أرتبك. لأن طلتك هيبة كما هيبة ملك أنا في حضرتك ما أملك إلا أرتبك. وكلمة تقترب ألك كأني قد قطعت ميال، لا نظرتني أهدى وحالي استقر بالحال. أنا كيرا تانا علي، وأنا من هولة الموقف خطر يغمى علي. حضورك سيدي طاغي ويطغى علي، وأنا من هولة الموقف خطر يغمى علي. تعزفني بهمسات وكلام أعذب من الأنغام، تأخذني من الواقع إلى آخر مدى الأحلام. لأني طلتك هيبة كما هيبة ملك أنا في حضرتك ما أملك إلا أرتبك. وكلمة تقترب قالها كأني قد قطعت ميال، لا نظرت لي أهدى وحالي استقر بالحال. تودعني وتتركني وأنا بحالة دول، وتهرب صورتك مني مع الطيف العجول. تودعني تتركني وانا بحالة ذهول، تهرب صورتك مني مع طيف الخجول. واستنجد بأوصافك وأفشل غالب الأحيان، تخيل إني ما أذكر عيونك إيش من الألوان. واستنجد بأوصافك غالب الأحيان، تخيل إني ما أذكر عيونك إيش من الألوان. لأن طلتك هيبة كما هيبة مالك أنا في حضرتك ما أملك إلا أرتبك. لأن طلتك هيبة كما هيبة حضرتك ما أملك إلا أرتبك. ما تقترب قلبي.
كأني جديد عتم ياه.